هنا القطع على 50 على 70، خلينا ندخل كده ونشوف. 50 و70 عامة الخامة حلوة دي كده. أول حاجة في فساتين وفي عبايات حلوة، دي برضو جميلة. اتأكدت تاني اي قطعة هنا على 50، اي قطعة هنشوفها على 50. تحفة تحفة، وخامتها حلوة جدا وتقيلة مش خفيفة، وفي منها كمان اللون الاحمر بس اللون البنكي احلى بكتير. تحفة حلوة قوي، عجباني انا عن نفسي. دي على فكرة تلتين كم، هي بيتي كده بس مدلها شيك جدا. في كمان بلوزات فوق، هتلاقوا فساتين كتير هنا، موديلات حلوه اللي بيبقى يدور على فساتين كده ومش لاقي اسعار حلوه ومناسبه على 50. المحل ده هجيب لكم اسم المحل وانا خارجه. واو حلوه جدا، شيك شيك للبيت، او انه يتحط تحتها بنطلون على فكره، بنطلون وبادي برده 100 100، لانها هي بنص كم ومفتوح، يعني بنطلون وبادي. اي قطعة على 50، متخيلين اي قطعة على 50. تحفة يا بنات، شايفين الخامة فظيعة فظيعة، والسعر حلو قوي قوي قوي، يعني 50 ريال وتجيبي فستان تحفة تحفة تحفة. شايفين الالوان والموديلات، الموديلات حلوة جدا. بيتي خروج سهرة مناسبات كل حاجة. كان على المانيكان في منه اكتر من لون على فكرة، هنزل لكم ده في فيديو لوحده مع اسم المحل. هنا في سوق سويقة برضو الفستان ده على 50. الفستان ده اللي انا كنت شفته من شوية اللي هو البينك، وكمان فيه اللي جنبه ده تحفة. شايفين الخامة، شايفين الخامة عاملة ازاي، جميل جدا. ده الكارت بس مش نفس اسم المحل، اللي هو لان هو ما عندوش كارت ومش حاطط اسم على المحل من بره، بيقول على طول احنا بجوار معرض الجابر، بجوار معرض الجابر. وهجيب لكم برده شكل المحل كده من بره عشان تبقوا عارفين لما تيجوا وتيجوا عليه على طول. ده اللي على المانيكان بس لون تاني، ده اللي هو كان على المانيكان. ثواني كده، اللون اللي هو ده خامته حلوه قوي، خامته هو اصلا شكله ليه تلبيس، عمال ياخد ايدي ويروح. ثواني كده، لا مش ليه تلبيسه ولا حاجه، بس خامته حلوه حلوه جميله جدا. وفي كمان اللون ده هو حلو جدا في اللبس، يعني ممكن ما يبقاش حتى واضح كده في الشكل بس هيبقى حلو جدا في اللبس. شايفين في برضو الموديل ده برضو، فيه هنا بلوزات حلوه كده وجميله يا بنوتاتي، او مدامات بقى بس يعني يكونوا ايه مقاسهم يعني يكونوا نحاف شويه من الاخر. بديهات دي برضو نظام بلوزة، لا مش حلوة ده، تحفة تحفة تحفة. عايز بس بضي بكم وخلاص على كده. شايفين شايفين الفخامة، شايفين فخامة وطويل، موديل جميل جدا والخامة تحفة. ده بقى فيه تلبيسة اهي، ده فيه تلبيسة من تحت تحفة تحفة، موديلات حلوة عجباني والخامة عجباني جدا. يعني ايه 50 ريال فيها، والله تحفة. بنجيب اغلى من كده ومبتبقاش حلوة كمان.
ده اللي على المانيكان بدور عليه. جميل جميل. تحفة يا بنات والله. خلاص يعني مش عارفة اقول بصراحة. 50 ريال. على 50 ريال. شايفين؟ في الاسود كمان روعة. شايفين الاسود؟ فظيع. شايفين ده معرض الجابر اللي هو اعطاني الكارت بتاعه. لا المحل اللي جنبه اللي هي اي قطعة ب50 ريال. والله على ضمانتي الخامة تحفة تحفة تحفة. في موديلات، في طويل وفي قصير، في بيتي وفي سهرة وفي استقبال، في كل حاجة زي ما احنا شايفين كده وزي ما صورتلكوا. انا ما صورتش كمان كل القطع.